دي يا فندم خرافات عن البيبي مش حقيقية خالص. خدعوكي فقالوا نمرة واحد ان البيبي بيحب الالوان البراقة. البيبي اول ما بيتولد ما بيحبش الالوان البراقة ولا حاجة، اللي بيلفت نظره هو الاسود والابيض. بعد شوية يبتدي يشوف الاخضر والاحمر، ده مش معناه انه ما بيشوفهمش، يعني ما بيشوفش الالوان، لا هو بيشوفها بس ما بيميزهاش، ما بتشدش انتباهه. فين وفين على ما يكبر قوي تبتدي تحسي ان البنوته حبت البينك والولد حب البيبي بلو. الكلام ده كله لسه بدري عليه جدا. في الاول استخدمي بلين كولرز، الوان ثابته ومتباينه فيها فرق او كونتراست كبير علشان تشد انتباه البيبي. تاني خرافه ان البيبي حاسه التذوق عنده بتبقى قليله قوي لغايه ما يكبر ويبتدي يحس بالاكل. الحقيقه لا، الحقيقة ان البيبي لما بيتولد بيتولد ببراعم تذوق اضعاف اضعاف بتاعت الكبار، ممكن توصل لغاية 10,000 تيست بود اللي هي براعم التذوق، من كترها سبحان الله بتبقى متوزعة فوق على سقف الحلق. تخيلوا ان هو بيدوق بسقف حلقه مش بس بلسانه وبالجناب بتاعت بقه كمان. ومع الوقت تبتدي تقل وتقل وتقل لغاية ما توصل للتلت، ونكبر نكبر حاسة التذوق عندنا تقل. فسبحان الله ربنا مزود قوة التذوق في الأول علشان كل أكلة انت بتاكليها تنزل في اللبن للبيبي فيدوقها. فالأم اللي بتاكل أكلات متنوعة وهي بترضع، ابنها بيتعود على أكلات كتير فرفضه للأكل بعدين بيبقى أقل. من السادس لغاية السنة دي كنز، زقي فيها نوعيات اكل كتير جدا جدا ودوقيه اطعمه وميكسات حتى انتي مش متعوده عليها بس يمكن بيجربوها في بلاد تانية، هيتعود عليها هيحبها. تلاقيه بيكبر بيحب الاكل الهندي وبيحب الاكل الصيني وبيحب الاكل الطلياني زي ما كلنا بنحب الاكل الطلياني، وهيبقى مبسوط وسعيد اكتر. انما انا لما اقعد امنع مليون حاجه واقول كل الحاجات دي لسه بعد السنه، اللحمه اجلوها، البيض اجلوه، هتلاقي البيبي بيطلع ملوش نفس يجرب حاجه جديده وبيتعبك جدا عشان تجربي معاه. تالت خرافه مشهوره عند بعض الامهات ان البيبي محتاج يستحمى كل يوم. الحقيقه لا، البيبي مش محتاج يستحمى كل يوم، جلده ضعيف جدا على اننا نقعد نهلكه بالشاور جل والشامبو والحاجات دي كل يوم. البيبي محتاج يستحمى كل يومين ثلاثه، ولو هو بيبي لسه مولود اتقالي شويه في الحموم والمفروض يتنضف بس بالقطن لان جسمه بيبقى عليه شمع، طبقه شمع تحميه من الميكروبات ومن تغيرات الجو والرطوبه والحاجات اللي بره. لو انت بتعملي سليب روتين، روتين النوم، طبيعي ان انت هتبقي عايزه تحمي كل يوم، حمي كل يوم زي ما انت عايزه، بس ما تستخدميش الشامبو على فكره غير مره او اتنين في الاسبوع، وما تستخدميش الشاور جل او الصابون والحاجات بتاعت البيبي غير لما تبقي محتاجه لها. غير كده حمي بميه بس كفايه او رغوه صابون بسيطه، وسيبي الجلد بالطبيعه بتاعته بالزيوت اللي ربنا خلقها عليه عشان تحافظ عليه. الخرافه الرابعه اللي هتجنني انا شخصيا الناس اللي بتقول لك ممنوع تمسكي البيبي وتخلي رجله تلمس الارض لان انت كده بتجيبي له تقوس في رجله. الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال والسي دي سي وكل الهيئات المحترمه بتقول لك لما ابنك يبتدي يسند راسه بشكل كويس انزلي في الارض، افتحي البرجل، امسكي البيبي لمده ثواني، خليه يلمس الارض. على الرابع هتلاقيه بيفرد رجله بس ويلمسها بطراطيف صوابعه، على السادس هتلاقيه بينط نطه، على التاسع هتلاقيه محمل. لو انا ما عملتش كده ومعلمتوش ازاي يستخدم عضلاته ويفردها، هاجي بعدين اطلب منه ازاي ان هو يقف وان هو يمشي؟ ما انا لازم امرن العضلات دي عشان تشتغل، بس ابقى واخده بالي ان الطفل بيعرف يسند راسه والتمرين اللي بعمله ده ثواني معدوده مش وقت طويل. الخرافه الخامسه انه لازم تصحي البيبي علشان تغيري له في نص الليل. لا الحقيقه لو ربنا هديه ونايم سيبيه نايم، طالما ما عملش ستول، لو عمل ستول او براز اعزكم الله قومي وامرك لله غيري. غير كده لو عمل بول عادي سيبيه نايم، طالما نوع الحفاضه كويس وحاطه طبقه وقايه من كريم حفاضات سيبيه ينبسط، سيبيه يمسكها يا فوزيه، سيبيه يمسك النوم واحنا الصبح هنصحيه ونغير له عادي. الخرافه السابعه دي خطر جدا، يقول لك ايه؟ عرضي البيبي للشمس من اول يوم عشان الشمس مهمه للعظم والصحه. الشمس طبعا مهمه للعظم والصحه، بس لما الطفل جلده يبقى قادر يستحمل ان هو يتعرض للشمس. الجمعيه الامريكيه لطب الاطفال توصياتها بتقول ما تعرضوش الطفل للشمس مباشره، يعني قاعد في شمس مباشره قبل الست شهور. هتقولي لي طب ما هو كده قبل الست شهور مش هيقدر يجيب فيتامين د عن طريق جلده وعظمه؟
اه ما عشان كده الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتقولك ادي الطفل نقط فيتامين د كل يوم. ليه؟ لأنه تعرضه للشمس أول 6 شهور لشمس مباشرة، بالذات في أجواء الحارة اللي احنا عايشين فيها دي، ممكن يعرض للطفل لمشاكل كبيرة وتلف كبير في الجلد بعد الشر، وأشعة فوق بنفسجية ممكن توصل لسرطانات جلد وحاجات كتيرة، ممكن يتعرض لضربة شمس أبسط حاجة، الموضوع التاني نادر قوي. فبناء على ده بيقولك لا، واحنا ليه نعرض البيبي للخطر؟ احنا نخليه أول 6 شهور لو هيقعد معانا في الهواء يقعد في الضلة، ما يقعدش في شمس مباشرة، لو نازل البسين العوامة يبقى فيها شمسية، وحافظ عليه لغاية بعد 6 شهور، بعدها اخلي ايديه ورجليه في وقت مش حر قوي ولا شمس قوي تتعرض للشمس وتنبسط، واديله الفيتامين ده بتاعه.